الرحيل سلما أو استخدام القوة، مهلة منحها أبناء المهرة لخروج القوات السعودية من منفذ صرفيت ومديرية حوف. ووفق بيان اعتصام المهرة، فإن هذه الخطوة أتت بعد رفض الرياض الالتزام بمطالب السابقة تهدف للحفاظ على السيادة الوطنية. المعتصمون أمام منفذ صرفيت وفي مديرية حوف نفذوا تظاهرات حاشدة رافضة لعسكرة الحياة في المنفذ ومحمية حوف الطبيعية، وتعهدوا باستمرار النضال ضد تعنت السعودية وضد تواطؤ السلطة المحلية معها، وطلب البيان بإقالة المحافظ راجح باكريت المتهم بالاعتداء على المتظاهرين ونهب المال العام. برا برا من صرفيت، أعلناها من كل بيت. خروج القوات السعودية، تسليم المنافذ البرية والبحرية، وإعادة فتح مطار الغيضة للطائرات المدنية، مطالب لم تلقى أي استجابة من السعودية، كما أنها لم تنل غير صمت الشرعية التي يؤكد المعتصمون أنهم معها وتحت إطارها، وهو ما جعل لجنة الاعتصام تناشد الرئيس هادي بالتدخل لوقف الانتهاكات السعودية في حق السيادة اليمنية. ورغم أن سلوك السعودية يحاول جر المعتصمين لمربع العنف، إلا أنهم لا يزالون متمسكين بسلمية اعتصامهم، لكنهم كما يقول بيانهم لن يصمتوا على سفك دماء أبنائهم أو الاعتداء على الاعتصامات. وبحسب تصريحات لوجهات محلية، فإن الحل لعدم انفجار الأوضاع في المهرة هو رحيل القوات السعودية والتي يصفونها بالمحتلة سلماً قبل أن ترحل بالقوة، وهو ما فسر من قبل مراقبين لاستعداد المهريين الدفاع عن محافظتهم بكل الوسائل الممكنة.